صورة. أيضا تم توقيع مجموعة مذكرات التفاهم مع شركات محلية في مجال الخدمات الصحية، ونأمل أن هذا البرنامج ينجح كباقي البرامج اللي نشحت في الجامعة. أيضا سيتم البدء في برنامج ماجستير في التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، وهذا استمرار لبرنامج في البكالوريوس تم استحداثه قبل 7 سنوات. طبعا أنتم تعرفوا أن التسويق ما عاد بالطرق التقليدية، أساليب التسويق، الترويج للسلع، كيفية التعامل مع الزبائن، أصبح كل شيء هو ضمن التسويق الرقمي. ولذلك أدركت الجامعة قبل 7 سنوات أنه لابد من استحداث هذا البرنامج، والآن سنبدأ في برنامج على مستوى الماجستير. وأيضا تقرير ديوان الخدمة المدنية يشير إلى الحاجة الماسة لمثل هذه التخصص. بكالوريوس في هندسة الاتصالات إنترنت الأشياء، طبعا كنا بنسمع إنترنت الأشياء وأهميتها، هذا في مراحله الأخيرة في مجلس التعليم العالي، إن شاء الله قريبا راح يتم اعتماده ونبدأ في هذا العام الدراسي. يواكب هذا البرنامج التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا. إذا بنحكي عن الذكاء الاصطناعي، بنحكي عن الروبوتكس، بنحكي عن اتصالات الجيل الخامس، البيانات الضخمة، الحوسبة السحابية، كل ما يمثل عماد الثورة الصناعية الرابعة. طبعا خلال السنة اشتغلنا مع نقابة المهندسين، اشتغلنا مع شركات الاتصالات، شركة إنتاج، كل الشركات المعنية، وإن شاء الله هذا البرنامج راح يبدأ قريبا. وهي جامعة غير ربحية، عدد الطلاب حاليا 4100 طالب، ما راح نتوسع أكثر منها، وعدد أعضاء التدريس 150 من حملة الدكتوراه خريجين أفضل الجامعات العالمية. يوجد 3 كليات أكاديمية بأسماء ملوك المملكة: كلية الاي تي، الحوسبة، كلية الهندسة، كلية الأعمال، لكن التركيز حتى في الأعمال على التكنولوجيا. يعني احنا ما كررنا البرامج الموجودة في الجامعات الأردنية الثانية. تركيز على التكنولوجيا، ولذلك خريجنا مطلوب في السوق. أيضا هناك كلية للبحث العلمي والدراسات العليا، عماد الشؤون الطلبة، عماد قبول التسجيل، اللي بتقوم أيضا بواجب غير القبول والتسجيل، متابعة الخريجين، متابعة الطلبة في إيجاد فرص تدريب، وبتساعد الخريجين في الحصول على فرص عمل. مكتبة الحسن ووحدة لمطلبات الجامعة. البرامج على مستوى البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، في طبعا عندنا معظم التخصصات، آخرها كان هندسة أمن الشبكات والمعلومات، وهذه السنة راح ندخل هذا البرنامج الجديد في إنترنت الأشياء. في كلية الاي تي أيضا في آخر 3 سنوات، عفوا، في آخر 3 سنوات تم إدخال علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وأيضا الأمن السيبراني، وحكينا عن التسويق الإلكتروني. هاي التخصصات المضللة هي البرامج الوحيدة الموجودة في جامعتنا، مش موجودة في جامعات شقيقة. الآن الأهم من هيك أنه كافة كليات الجامعة معتمدة اعتماد أمريكي، عم نحكي عن اعتماد إيبت لكلية الهندسة، كلية الاي تي، اعتماد الـ WACSB الأمريكي لكلية الأعمال. طبعا هذا الاعتماد أخذناه لكلية الأعمال وأخذناه للجامعة، 2% فقط من جامعات العالم حاصلة على هذا الاعتماد، 2%. جامعة الأميرة سمية أول جامعة في الأردن تحصل على هذا الاعتماد. على مستوى الماجستير أيضا هناك ماجستير في الهندسة الكهربائية، برنامج في الإدارة الهندسية مع جامعة أريزونا توسان. جامعة أريزونا ترتيبها 90 على العالم، هم يجوا يتعاونوا معنا، احنا ما رحنا لهم. هلا في عندنا مايكرو كامبس داخل الجامعة، عم ننفذ هذا البرنامج. كل سنة بنقبل 20 طالب في ماجستير الإدارة الهندسية في الحرم الجامعي. التدريس مشترك، في النهاية باخذ الطالب شهادة من جامعة أريزونا كأنه في أريزونا، وشهادة من جامعة الأميرة سمية. هندسة الأنظمة الذكية، هذا برنامج جديد
أمن المعلومات والجرائم الرقمية، هذا برنامج عمره 7 سنوات، خرجنا ما يقارب 150 طالب مهندسير، حاليا فيه 70 طالب من كافة القطاعات، نحكي عن الهيئة الأمنية، نحكي عن المخابرات، قطاع البنوك، قطاع الاتصالات، كل الجهات المعنية. ماجستير في هندسة نظم مؤسسات مع الجامعة الألمانية الأردنية وبالتعاون مع جامعتين في ألمانيا. علم البيانات ماجستير السنة هذه اللي هو تكنولوجيا المعلومات الصحية. في الأعمال طبعا في عندنا نظم المعلومات الإدارية مع جامعة هاسلد. ريادة الأعمال عمره 7 سنوات، أول برنامج في ماجستير في ريادة الأعمال. تحليل الأعمال، الدراسات الأوروبية، هذا برنامج بدأنا مع جامعة ديزلدورف قبل سنتين. كل سنة بنقبل 20 طالب بدرس سنة عندنا وسنة في ألمانيا، بالكامل مغطين من الجهات الألمانية، طلاب مغطين من الجهات الألمانية. أيضا السنة هذه راح نبدأ في التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي. طبعا عندنا برنامج مميز على مستوى الدكتوراه في علم الحاسوب، كان الهدف من هذا البرنامج أن يكون ناجح من البداية. أي طالب يقبل في هذا البرنامج عنده منحة كاملة، منحة كاملة. من 87 طلب أول دفعة أخذنا 10، عم نعطيهم سنة بيروحوا لأمريكا أو لأوروبا بأخذوا تجربة مختلفة حساب الجامعة. طبعا أنا فيها مشاريع، يعني مش عم بيكلفنا شيء، في تعاون بيننا وبين الجامعات. الطالب بيشتغل على البحث العلمي، إذا بيشارك في مؤتمرات إحنا بنغطيه زي الأساتذة. الأسبوع الماضي أحد خريجي هذا البرنامج كان عنده 22 بحث ISI وسكوبس، يعني جاهزة تكون فول بروف، حصلت على جائزة مانجو للبحث العلمي. قبل شهر تعينت خريجة من هذا البرنامج في جامعة متميزة في أمريكا، احنا عينا 3 منهم لأن الجامعة المحترمة هي اللي ترعى خريجينا، عينا 3 من خريجين هذا البرنامج. طبعا الإقبال على الجامعة واضح في آخر 3-4 سنوات، إقبال هائل. السنة الماضية قبلنا تقريبا 1126 طالب، السنة هذه ما في إلا تقريبا 500 شهر، نحن مش حابين نتوسع. في عندنا امتحان قبول في كافة التخصصات ومقابلة، و50% من الطلاب اللي قبلناهم السنة الماضية، احنا جامعة خاصة، 50% معدلاتهم فوق 90، فنستقطب الطلاب المتميزين. بالنسبة للهندسة الأحمر، الهندسة واضح معدل القبولات حول 90، وبالنسبة لكلية الأعمال وكلية الاي تي حول 85. هي المهمة، احنا نزعم انه خريجينا هم رقم واحد في الاردن في تخصصاتنا. الدراسات بتشير انه 90% من خريجينا بيشتغلوا خلال 6 شهور، واذا الطالب ما اشتغل خلال 6 شهور احنا بنجتمع معه ونشوف كيف نساعده. طبعا حتى 10% المتبقي جزء منهم بروح للدراسات العليا، يعني ما بنقدر نقول انه هذا مش لاقي شغل. طبعا كان توجيهات سمو الأميرة سمية رئيس مجلس أمناء الجامعة أن نركز على البعد الدولي، ونجحنا في هذا البعد. في برنامج تبادل طلابي قوي، قبل سنتين كان عندنا 120 طالب أمريكي هون يجوا لفصل أو فصلين. حكينا عن جامعة هاسلت، طبعا جامعة أريزونا بدأنا في الإدارة الهندسية، وهلا راح يصير عندنا برنامج ماجستير في المحاسبة وشهادة في الأمن السيبراني. هذه أول شهادة في المنطقة، شهادة عالمية في الأمن السيبراني، عم ننفذها احنا وجامعة أريزونا. باخذ الطالب شهادة مشتركة بين جامعة الأميرة سمية وجامعة أريزونا. جامعة أريزونا ترتيب على العالم 90. أيضا تمكننا كون عندنا اعتمادات أمريكيين عمل شراكة حقيقية ببرامج مع جامعات أمريكية، يعني عندنا جامعة إنديانا بلومينغتون، أوكلاند، يونيفرسيتي أوف ميشيغان، وحديثا مع جامعة كولورادو ستيت، هذه الجامعة اللي أنا تخرجت منها دكتوراه. 2 بلس 2 أنا تخصص رياضيات، بحب الأرقام، يعني سنتين عندنا وسنتين عندهم. من عندنا بتاخذ بكالوريوس ومن عندهم بتاخذ بكالوريوس في 4 سنوات. 3 بلس 2 من عندنا بتاخذ 3 سنوات عندنا وسنتين في أمريكا.
من عندنا بنعطيك بكالوريوس، من عندهم بعطوك ماجستير في سنة. الماجستير في أمريكا سنتين، فأنت بتوفر سنة في الماجستير. الأهم من هيك أن طلابنا بيدفعوا 58% من الرسوم من أول يوم. يعني الطالب الأمريكي لما بروح لهي الجامعة أول سنة بيدفع 100%، إحنا من أول يوم بيدفع 58%. الأوائل ما بيدفعوا شيء، بأخذوا منح. يعني بعثنا للماستر والدكتوراه 4 طلاب منح كاملة من هذه الجامعة. هلأ الشيء المغري في هذا البرنامج، هذا يختلف 2 بلس 2، هذه راح نوقع الاتفاقية قريبا. سنتين عنا سنتين في أمريكا، من عنا بنعطيه علم حاسوب، من عندهم بعطوه بكالوريوس علم بيانات. بقولك ليش بدي علم حاسوب؟ اثنين نفس الشيء، شهادتين هذول بيكملوا بعض، لأنه الخطة الدراسية فيها تداخلات كثيرة. فإحنا رتبنا إحنا وياهم أنه من عندنا نعطي بكالوريوس علم حاسوب، من عندهم علم بيانات 4 سنوات تدفع 58% من الرسوم. لو يقدم طلب مع 1000 طالب راح ياخذوه. تفضل. سنتين بكالوريوس؟ سنتين. كم ساعة؟ 60 ساعة. إحنا عندنا البكالوريوس 132 ساعة، يعني بتحكي عن 66 ساعة تقريبا. باخذ بكالوريوس؟ مش بكالوريوس، أنا بعادل له الساعات اللي أخذهن هناك. طب استنى عليه طبعا. انا ما بعطيه البكالوريوس هلا، انا لما يكمل. يعني احنا عندنا في نظام الترانسفير، انه اذا الطالب تعلم في الجامعه الاردنيه سنتين وجي لعندي بعده لي اياه، وهي تقريبا نفس الفكره. لكن احنا ماشيين على نفس الستاندر الامريكي، لانه عندنا الاعتماد الامريكي. يعني مساقاتنا عم ندرس بنفس الطريقه اللي بدرسوا فيها. بدرس سنتين، انا ما بعطيه بكالوريوس بعد السنتين، انا بعطيه بعد الاربعه. سوري. أيضا كانت الجامعة رقم واحد، رغم أنه جامعة صغيرة، بالحصول على دعم الاتحاد الأوروبي. حصلنا على دعم ل 44 مشروع، وقدنا 5 من هذه المشاريع. طبعا من 2010 لليوم معظم التجهيزات في الجامعة ضمن المشاريع الأوروبية، يعني ما إحنا ما دفعنا شيء، معظمها بتيجي من المشاريع الأوروبية، وعندنا أحدى التجهيزات في المنطقة. قدرنا نعمل شبكة مع تقريبا 50-60 جامعة أوروبية، وهذا طبعا ساعدنا في الاستفادة من خبرات هذه الجامعات. هذه بعض الجامعات، أغلبهم في أسبانيا وإيطاليا، عن عدد كبير. أيضا وقعنا اتفاقيات مع جامعات عالمية. بحب أشير إلى الآي آي تي، هذا المعهد التكنولوجي الهندي، هذا رقم واحد في العالم. نزلناهم وقعنا اتفاقية، عم بدرسوا عنا، بدرسوا في برامج الدكتوراه، بيساعدوا في برامج الدراسات العليا، الماجستير والدكتوراه في الخليج. نحكي عن التطور في البحث العلمي. في البحث العلمي قبل 4 سنوات، احنا جامعة صغيرة، كان هذا نحكي عن الأبحاث المنشورة في مجلات فيها الأولى سكوبوس، كان العدد 61، بأربع سنوات 236، يعني قفزنا 4 مرات، 4 أضعاف في 4 سنوات، عملنا المستحيل. طبعا هذا خلانا الأول في البحث العلمي على مستوى الأردن، فعندنا قفزة متميزة في البحث العلمي. طبعا من إنجازات الجامعة، حصلنا على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى لدور الجامعة في بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن، البرامج الريادية، نوعية الخريجين. ايضا هيئه الاعتماد، تعرفوا بالفصل الاخير بيعقدوا امتحان مسميه امتحان الكفاءه اللي بيقيس المخرجات. في اخر 6 سنوات كان ترتيبنا الاول على كافه الجامعات الاردنيه. هذا الشيء المهم، هذا اللي عم نشتغل عليه، اللي هو وين انت بالنسبه للعالم، الكيو اس رانكينج. السنه هذه حصلنا على 5 نجوم في الكيو اس ريتنج في كافة المحاور. أول جامعة في الشرق الأوسط في 8 محاور للتقييم. يعني كان معنا الجامعة الأمريكية في بيروت والجامعة الإمارات، تعرف من أفضل الجامعات في المنطقة. كان في عندهم في بعض المحاور 3 نجوم و4، لكن ككل 5. إحنا كنا في كل محور من المحاور الثمانية 5 نجوم، وأيضا في التعلم الإلكتروني. على مستوى العالم كان ترتيبنا بين 800 و1000، لكن في طبعا أمامنا الجامعة الأردنية، أمامنا الجامعة الأردنية في آخر تصنيف عالمي، وجامعة نفتخر فيها. تعرفوا حجم الجامعة أيضا له دور، كلية الطب لها دور، إحنا جامعة صغيرة.
وبالنسبة للبحث العلمي في آخر 3 سنوات كان ترتيبنا الأول على الجامعات الأردنية و16 على العرب من 1300 جامعة. عندنا قصة نجاح في مسابقات البرمجة، في جائزة سمو ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومي من 3 جوائز، هاي لكل الجامعات الأردنية، من 3 جوائز أخذنا جائزتين السنة الماضية. أيضا في مسابقة عالمية لماجن كاب حصلنا 3rd على العالم مرتين، هذه كانت في نيويورك، بعد إيرلندا وأمريكا كانت الأردن رقم 3 من خلال فريق من الجامعة. هذه المسابقة كثير مهمة، هذه المسابقة 24 ساعة. واضح إحنا الأول على العرب آخر 6 سنوات، الأول على العرب آخر 6 سنوات. السنة الماضية كان ترتيبنا على العالم 4 و6، وسيدنا كرم هذول الطلاب اللي حصلوا على هذه الجائزة. السنة هذه كان إنجاز كبير، حصلنا على بطل العالم من 4555 جامعة. تقدمنا على MIT، بيركلي، هارفارد، كل الجامعات المرتبة، كل الجامعات في العالم بتشارك في هذه المسابقة، وهذا طبعا كان علم الأردن رقم 1، علم الأردن رقم 1 على مستوى جامعات العالم، حصلنا على بطل العالم في هذه المسابقة. أيضا في مسابقة داخلية من 10 كؤوس أخذنا 8، دائما أول وثاني وثالث، يعني عندنا قصة حقيقية، قصة نجاح في مسابقات البرمجة على مستوى العالم. أيضا في الACM هذه مسابقة أخرى حصلنا على بطل الشرق الأوسط وأفريقيا. سنة الكورونا عندنا 21 إنجاز، معظمهم إنجازات عالمية، يعني سنة الكورونا كنا نشتغل مع الطلاب كأنهم موجودين وزيادة. أيضا هواوي حصلنا بطل العالم مرتين، وهواوي يعطونا أكاديمية في الأمن السيبراني، يعني يعطونا أكاديمية في الجامعة في الأمن السيبراني. أيضا في هذه المسابقة يعني كثيرة هذه الإنجاز، طبعا إحنا خير من يمثل الجامعات الأردنية في هذه المسابقات. هذه كمان نفس الشيء مسابقة عالمية. ضمن مبادرة سمو ولي العهد تم اختيار 12 طالب من الأردن يتدربوا في ناسا من كلية الهندسة، وطبعا هذول ضمن مشاريع كبيرة، يعني هذول ما بيجاملوا، ف12 كان منهم 4 من جامعة الأميرة سمية، طبعا هذول على كذا سنة. أيضا ضمن نفس المبادرة تم اختيار 4 طلاب للتدرب في إيرباص، شركة إيرباص، طلاب 2 كانوا من جامعة الأميرة سمية. توشيبا في اليابان أول مرة باخذه من الأردن، أخذوا 7 طلاب على 3 سنوات من عندنا، كانوا مغطيين بالكامل في الصيف. طبعا أيضا الجامعة بتركز على أنشطة لا منهجية، نحكي كل الجامعات تحكي عن عنف جامعي، الحمد لله هذا مش موجود عندنا، وعم بسمع من أولياء الأمور كثير بيجوا بقول أنا بدي بنتي تقرأ في جامعة الأميرة سمية لأنه هذا مش موجود، فالحمد لله احنا مرتاحين من هاي القصة، لكن احنا بنركز كمان على أنشطة لا منهجية، يعني في المناظرات حصلنا على البطولة في الأردن مرتين، وحصلنا على البطولة العالمية في قطر وفي ماليزيا. أيضا في السيافي هذه مسابقة في المالية حصلنا على البطولة في الأردن، وكان ترتيبنا 2 بعد سويسرا. أثناء انعقاد منتدى العلوم العالمي في البحر الميت باستضافة الجمعية العلمية الملكية، استضفنا بيبر اللي هو أول ريبوت آلي، وهلا بيحكي بكل اللغات، احنا برمجنا، بتعرفوا في بعض الدول جابوا جاهز، احنا طلابنا وأساتذتنا برمجوه حتى بيحكي لهجة عراقية، يعني هلا بياخذوا له نشاطات كثيرة، فهو أصبح موظف في جامعة الأميرة سمية ونستخدمه في كثير من الأنشطة. التطلعات المستقبلية، طبعا احنا نوصل ضمن أفضل 500 جامعة مستوى العالم، وهذا مش سهل، لأنه أنت بتشتغل وغيرك بيشتغل، احنا ماشيين بسرعة 100 غيرنا ماشي بسرعة 150، فالمنافسة مش سهلة، لكن عم نشتغل على هذا الموضوع. نجحنا في برنامج دكتوراه في الكمبيوتر، عم نشتغل على دكتوراه في الهندسة الكهربائية، وأيضا دكتوراه في إدارة الأعمال بنفس الطريقة، بحيث أن يكون فعلا خريج هذا البرنامج
يقدر يشتغل في الأردن وخارج الأردن. طرح برامج نوعية أونلاين، بتعرفوا بعد كورونا الأمور تغيرت، أنا كان تعليم مدمج، تعليم عن بعد. بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وللأسف هناك فجوة كبيرة كلنا بنعرفها بين الأكاديمية والصناعة، وهذه بدها تخلق ثقة. أنت إذا ما عملت قصص نجاح ما حدا راح يثق في شغلك، يعني برا عم بعطوا ملايين لمشاريع مش عارف شو بطلع منها. عندنا ما عنده استعداد يحط مليون في مشروع وبالآخر بقول لك بزبط ولا ما بزبط. فإذا ما عملت قصص نجاح لا يمكن يكون في شراكة حقيقية مؤثرة. فإحنا هذا همنا أن نشتغل على هذا الموضوع، وأيضا عم نشتغل، لاحظتوا عندنا برنامجين السنة هذه دراسات عليا، والسنة الماضية نفس الشيء، عم نشتغل على برامج الدراسات العليا، هي اللي راح تعزز البحث العلمي، هي اللي راح تعمل بحث تطبيقي، وهي اللي راح تخلي الجامعة جامعة بحثية. وشكرا. فطبعا عندنا احصائيات وعندنا دراسات موجودة، ولما بنحكي بنقول والله البنك العربي شركة طماطم كذا، الطالب عارف وين بده يروح، يعني عارف انه هذه الشركة عم لما بتخرج شغله جاهز. وباستمرار كل اسبوع بيجيني طلبات من شركات، بدنا خريجين جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا. فكيف تختار تخصصك؟ بالنسبة لنا عم نشتغل، بنشتغل بطريقة يعني بروفيشنال، والطلاب فعلا بيختاروا تخصصاتهم بشكل جيد. التصنيفات على مستوى التكنولوجيا، احنا نتمنى انه في بعض التصنيفات على حجم الجامعة، حجم الجامعة، جامعات صغيرة، يعني انا بقدرش انافس جامعات عمرها 300 سنة وفيها 45,000 طالب. وفي الأخير في أمور كثيرة، بتحكي عن براءات اختراع، بتحكي عن كذا، مش كل شيء نسبة وتناسب. الجامعات التكنولوجية احنا لما نقول والله احنا قدوتنا مثلا، إذا بنقول بنش مارك للـ MIT مثلا، هلا احنا أصبحنا بنش مارك لجامعات أردنية وجامعات في المنطقة. يعني جامعات كثيرة بقول أنا بدي أصير زي جامعة الأميرة سمية، أنا بدي أشتغل أصير زي جامعة الأميرة سمية. هلا الشراكة مع الجامعات الأمريكية ما بيجي من الأمريكان. لما احنا عملنا هاي الشراكة مع خمس جامعات أمريكية وجامعة أريزونا جلون، لأنه عندهم قناعة إنه في جامعة ناجحة لا تقل أهمية عن الجامعات الموجودة عندهم. لما جينا نشارك بعض الجامعات الأوروبية في برامج في كلية الأعمال، إحنا بنشتغل على دكتوراه في إدارة الأعمال، الاعتماد الأمريكي منعنا. ليه منعنا؟ قال لأنه أنتوا عندكم الاعتماد WCSB هم ما عندهم، اشترطوا عليك إنه إذا أنت بدك تعمل شراكة بده يكون هو زيك، بده يكون هو تدريب بتوم، يعني مش شغلة مثالية. احنا جامعتنا طابعها تكنولوجي، فكان من اول يوم كان في عندنا تدريس. بعديها كان بتتذكروا الطلاب كانوا في فتره الامتحانات الاولى، الامتحان الاول، فجزء منهم امتحن في الحرم الجامعي وجزء وقفت الامتحانات. طب شو بدنا نعمل؟ ايضا اطلعنا شو العالم بيشتغل، وقلنا بدنا نعمل امتحانات عن بعد، بدنا نضبطها، هي اول شغله. الشيء الثاني عملنا ناجح راسب، احنا عملنا ناجح راسب اول ناس في الاردن، كان قرارنا انه النتيجه تكون ناجح راسب، لانه الان انا ما بقدر اقول هذا الطالب يستحق 75 وهذا الطالب يستحق 78 وانا عم بعلمه بهي الطريقه. وممكن الطالب، ممكن الطالب نتيجه هاي العلامه ينفصل من الجامعه، اذا نزل معدله على 50 منفصل، وممكن بدل ما كان تقديره جيد جدا يصبح جيد. فاحنا اعطينا هاي الميزه للطلاب انه يقدر ياخذ الناجح راسب. عملنا كل ما بنقدر عليه انه نضبط الامتحانات. تجربتنا اعتمدها مجلس التعليم العالي بعد شهر، وتم تطبيقها في كافه الجامعات الاردنيه. الان المعضله الحقيقيه، وانا دائما بحكيها في كل اللقاءات مع المعنيين في التعليم العالي، كيف نضبط الامتحانات؟ نعم نعلم، طبعا اجتهدنا، تعلمنا من الطلاب، تعلمنا من بعض، تعلمنا من تجارب عالميه. هلا مقياس نجحنا، احنا بنقول اعطينا احسن ما عندنا، احنا بنقول اعطينا احسن ما عندنا، لانه البديل انه ما ندرس. فاحنا اعطينا احسن ما عندنا وتعلمنا، صدق تعلمنا من الطلاب اكثر ما تعلمنا من بعض. كل اسبوع عم نعمل شيء افضل من الاسبوع اللي قبله. وصلنا لمرحله طبعا بالفصول اللي بعدين ما في داعي لناجح راسب، اصبحت الامور اكثر وضوح، صار الكل بيقدر يتعلم، الكل عم بتشوفه ضمن الشاشة. لكن الشغل في المرحلة القادمة
نطور مساقات إلكترونية، لهذه كانت للأسف في تقصير من كل الجامعات فيها. ما كان في تشريعات واضحة من مجلس التعليم العالي على التعليم عن بعد، في تجارب لجامعات 30 سنة. إحنا بلشنا بالتعليم عن بعد لما بلشت كورونا، كان أول يسمحوا لك 25% من الخطة الدراسية تعملها في بعض المساقات. فالآن أصبحنا أمام واقع إنه يا يعني نشتغل صح في هذا المجال يا يعني نضل ورا الناس، وهذا بده جهد كبير. يعني أنا بتذكر بداية الجائحة سمو الأمير حسن اقترح منصة علم نفسك. هذه المنصة أول ما بدأت فيها جامعة الإبرة السومية، كان الطالب اللي في الجامعات الأردنية مش قادر ياخذ محاضراته مع أستاذه، باخذها من جامعة السومية، باخذها من الجامعة الأردنية. كان في ضخ محاضرات بمساقات مختلفة على هذه المنصة. من خارج الأردن كان يجينا إحصائيات، من خارج الأردن كان في دخول على هذه المنصة، كانوا يستفيدوا من الأشياء الموجودة فيها. دخلنا إحنا في خبراتنا أيضا على وزارة التربية والتعليم على المنصة اللي وضعوها، حاولنا إنه نساعد في بعض الأمور. بالنسبة للامتحانات أحكيها، إحنا تجربتنا تجربة مميزة في الامتحانات. أول شيء الكاميرا كل الوقت، كاميرا مفتوحة على الطالب كل الوقت، الميكروفون مفتوح على الطالب كل الوقت، الاي بي ادرس لازم الطالب يسلم لنا اياه مشان نعرف انه هذا الطالب اذا كانوا اثنين قريبين من بعض بين عنا. كان احيانا يكون في طلاب اثنين في نفس البنايه نكتشف. بعدين كل 20 طالب في لهم مراقب، كل 20 طالب في لهم مراقب، باخذ هويه الطالب، باخذ هويه الطالب كل دقيقتين بفتح عليه لحاله، باخذه على بريك اوت روم مشان ما يزعج الاخرين، يقول له اعمل لي 360 درجة، شو بتشتغل، شو كذا، بيتابعه، متأكد انه هذا. في عنا برنامج جافا سكريبت اللي الطالب ما بيقدر يدخل على الانترنت وغش في نفس الوقت. في عنا اللي هو اللي بيسموه وان واي اكزام، الامتحان مش بدقيقة، باخذ الامتحان بوديه لجهة بحلوا له اياه برجع للمجموعة. الطالب ما بدوخته يخلص المسألة الأولى بروح للمسألة الثانية، فما بيكمل الامتحان ولا هو، ومع ذلك للاسف يغش. احنا انا اعترف فيه غش، ومن حقنا طلاب، فصلنا طلاب، لكن اعطينا احسن ما عندنا في هذه التجربه. بالنسبه للتعليم المدمج والتعليم اللي هذا بده تشريعات كثيره وبده شغل كثير، ولابد من انه نبدا فيه. هلا صار في نظام وبده جهود كبيره، بده جهود كبيره، واذا بدك تشتغل يا بتشتغل على مستوى عالمي يا لا تشتغل. يعني هذه الملاحظه عم نسمعها كثير احنا، يعني كل ما يجينا زوار ويشوفوا الانجازات اللي في الجامعه بنسمع هذه، تعودنا نسمعها. لكن ان شاء الله نتمنى، وطبعا وجود الاخوان معنا هون اكيد لهم دور كبير في تعريف الجامعه بشكل احسن. بالنسبه كيف تختار تخصصك، احنا تقريبا من 4-5 سنوات بنشتغل باكثر من طريقه. اول شيء كل رئيس قسم بيعمل فيديو عن اهميه التخصص، كل رئيس قسم بيعمل فيديو عن اهميه هذا التخصص، ايش مجالات العمل، وين بيقدر يشتغل الطالب. ايضا رئيس الجامعه بيحكي عن الانجازات في الجامعه والاشياء المهمه، وعمداء الكليات بيشتغلوا بنفس الاتجاه. ايضا عندنا طلاب متطوعين من مجلس الطلبه متواجدين وقت تقديم الطلبات، بيعرفوا في البرامج، يعني يكون شخص من هندسه امن الشبكات. يعني الطالب قبل ما يقدم اي برنامج بيكون هو مر بهذول الطلاب وقرر ايش البرنامج اللي هو فعلا انسب له، وين المجالات اللي عم بيشتغل فيها. للعلم 98% من خريجينا بيشتغلوا في القطاع الخاص. طبعا مفاجأة، 98% بيشتغلوا في القطاع الخاص، وفي ثقل في كثير من المؤسسات. يعني تجد مدير الشركة 50% من موظفين الشركة من خريجين جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا. فطبعا عندنا احصائيات وعندنا دراسات موجوده، ولما بنحكي بنقول والله البنك العربي شركه طماطم كذا، الطالب عارف وين بيروح، يعني عارف انه هذه الشركه لما بتخرج شغله جاهز. وباستمرار كل اسبوع بيجيني طلبات من شركات بدنا خريجين جامعه الاميره سميه للتكنولوجيا. فكيف تختار تخصصك؟ بالنسبه لنا عم نشتغل
بنشتغل بطريقه يعني بروفيشنال، والطلاب فعلا بيختاروا تخصصاتهم بشكل جيد. التصنيفات على مستوى التكنولوجيا، احنا نتمنى انه في بعض التصنيفات على حجم الجامعه، حجم الجامعه، جامعات صغيره يعني، انا بقدرش انافس جامعات عمرها 300 سنه وفيها 45,000 طالب. وفي الاخير في امور كثيره، بتحكي عن براءات اختراع، بتحكي عن كذا، مش كل شيء نسبه وتناسب. جامعات تكنولوجيه احنا لما نقول والله احنا قدوتنا مثلا زي ما نقول بنش مارك الام اي تي مثلا، هلا احنا اصبحنا بنش مارك للجامعات الاردنيه وجامعات في المنطقه. يعني جامعات كثيره بقول انا بدي اصير زي جامعه الايوا الرسومي، انا بدي اشتغل اصير زي جامعه الايوا الرسومي. هلا الشراكه مع الجامعات الامريكيه ما بيجي من امريكا، لما احنا عملنا هاي الشراكه مع خمس جامعات امريكيه وجامعه اريزونا جلون، لانه عندهم قناعه انه في جامعه ناجحه لا تقل اهميه عن الجامعات الموجوده عندهم. لما جينا نشارك بعض الجامعات الاوروبيه في برامج في كليه الاعمال، احنا بنشتغل على دكتوراه في اداره الاعمال، الاعتماد الامريكي منعنا. ليه منعنا؟ قال لانه انتم عندكم الاعتماد ال WACSB هم ما عندهم، بيشترطوا عليك انه اذا انت بدك تعمل شراكه بده يكون هو زيك، بده يكون